Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا l'orthographe les lettres muettes. شنو هما les lettres muettes? Muettes يعني صامتين ما كيتنطقوش. Ce sont les lettres qui ne se prononcent pas. يعني الحروف الغير المنطوقة. يعني كتكتب كنشوفوها مكتوبة ولكن ما كتنطقش. نقراو les phrases ديالنا. J'observe et je découvre. La tablette est munie d'une batterie. شتي هي هادي اللي بالحمر او مكتوبين ولكن ما كيتنطقوش. لا تابليت اي موني دون باتري، يعني لا تابليت يعني مرفوقه بالبطاريه ديالها. اليا دو تيب دو تيليفون، يعني عندنا جوج انواع ديال الهواتف. لو برومي اورديناتور ايتي تري لور، يعني الاورديناتور الاول الحاسوب الاول كان ثقيل بزاف. Les robots portent de beaux habits. يعني les robots. هاد الرجال الآليين يعني كيلبسوا ملابس جميلة. صافي. Je manipule et je réfléchis. Lis les phrases à haute voix. يعني قرا هاد لي فراز بصوت مرتفع. Est-ce que tu prononces les lettres en rouge? قالك واش هاد لي لتر اللي بالحمر واش كتنطقهم؟ واش كتقول la tablette est munie d'une batterie e. يعني كتنطق ما كتنطقش ما كتنطقش. إليا دوكس كنقولوش إكس، يعني هاد لي لتر كي سون أون روج نو سو برونونس با. صافي داكشي اللي غادي نكتبو له هنايا. إيس كو تو برونونس لي لتر أون روج؟ شنو غادي نكتب له؟ نو جو، ياك نو جو نو لي برونونس با، كنطقهمش. Prononce pas. Ça fait? Non, je ne les prononce pas. Cite d'autres mots avec des lettres qui ne se prononcent pas. يعني غادي نكتبوا لهم كلمات اخرى اللي عندهم اللي فيهم دي لتر ميت، يعني كي نو سو برونونس با. مثلا اوبيتال، اوبيتال ما كنطقوش الاش. جويو، جويو ما كنطقوش الاكس. باغ اكزومبل لون يعني بطيء، تي ما كتنطقش. شنو نزيدو شي كلمه اخرى؟ غرو، غرو لو اس نو سو برونونس با. غرو هي شي واحد لي سمين غليظ. صافي ندوزو لا كيسيون سويفونت. بوتو سوبريمي لو اس دو تري اي سولوي دو تيب؟ واش نقدروا نسوبريميو هاد اس اللي كاينه في تري وهاد اس اللي كاينه هنايا في تيب؟ بيان سور نو، ما نقدروش نحيدوها لحقاش يعني داخله في الكلمه. الا حيدناها غادي تكون مال اورثوغرافي، هاد الكلمه غتكون مكتوبه بطريقه خطا. صافي هادي تيب او بلوريال كنديروا لها اس. وكانت في لو فيمينا هنا في لا فراز عندنا اليا دو تيب، يعني نوعين، يعني او بلوريال ما نقدروش نحذفوا لها الاس. صافي شنو غادي دير لا؟ بوتي سوبريمي لو اس دو تري اي سولوي دو تيب؟ غادي دير لو نون جو نو بو با لي سوبريمي. ما نقدروش نحيدوهم نمسحوهم حيت داخلين عندنا في الكلمه تابعين للكلمه. نون جو نو بو با لي سوبريمي. اوبسيرف لو مو ابي Où se trouvent ces lettres muettes? قالك لاحظ هاد الكلمه هادي فين كيتواجدوا الحروف الصامته ديالها. عندنا اش، ياك عندنا اش ما كنقولوش هابي كنقولوا ابي. وعندنا تي على ف، عنده هادي دو لتر ميت او ديبي اي على ف. صافي غادي نديرو اش. لو اش Le H au début et le T à la fin. Après le kalima. D'accord? Le H au début et le T à la fin. On tourne les lettres muettes. On tourne les lettres muettes. La P.
لابي هو واحد العصفور، واحد النوع ديال العصافير سميتو لابي. اي سور لو توا دو لا ميزون، يعني فوق سطح المنزل. لابي هادي تنطقات، ما نطقناش الاو. اي ما نطقناش اس تي. سور لو توا ما نطقناش لو تي. دو لا ميزون. نو اس ما كتنطقش. نو سورون اس بريزون. هنا حدنا حد اون بريزون. تي اس ما تنطقاتش. بور لو دي بار تي. دي او اس كورور اس. Le rat et la souris s et hatte matin tqach sont des es rangeurs s dans le s ce nid des il y a de oisillons. Les oisillons, on m'a dit que les affaires seraient ouvrées. L'homme H, l'homme E, quittera. هنا هذا E شي مرات كنطقوا شي مرات ما كتنطقش. L'homme quittera ou bien l'homme quittera l'hôpital bientôt. L'homme quittera ou bien quittera. L'homme quittera l'hôpital bientôt. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Le pont. Le pont هو الجسر. خاصو تي. Un rond. Un rond هي دائرة. Le drap, P. La poupée, E. Un parapluie. Je retiens certaines lettres à la fin des mots ou ne se prononcent pas. يعني بعد الحروف في آخر الكلمات ما كتنطقش لا تنطق. Elles sont muettes. إنها صامتة. Exemple, un bon. شتي لو بون سي لو بون هو داك الكرسي اللي كيكون طويل ديال الخشب اللي كنلقاوه في لي جاردان وداكشي هذاك ان بون عنده سي يعني نو سو برونونس با اون ليتر ميت جينيرو اكس شتي ما كتنطقش الاكس اني عش بوي اوسيتو شتي هادو لي اون روج اي سون دي ليتر ميت لو اس اي لو اكس دو بلوريال دي نون et des adjectifs ne s'entendent pas. يعني الاس والاكس ديال بعض الكلمات وبعض النعوت في البلوريال في الجمع ما كنسمعوهاش ne s'entendent pas sauf dans le cas d'une liaison. الا كانت عندنا اون ليازون بحال مثلا هنايا اكس مع بحال دابا اكس ما كتنطقش ما كنقولوش دو بوكس كنقولو دو بو ولكن هنا عندنا اون ليازون غادي ننطقوها دو بو زابي شي تنطقات بحال زو دو بوزابي دارت لا ليزون مع ا pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif يعني باش شي مرات ما كتعرفش شنو دير في لا فان دو مو ما كتعرفش لا ليتر ميات اللي دير يعني وباش تلقى ديك الكلمه او بيان داك الحرف ديال لادجيكتيف il faut essayer de former son féminin يعني حاول دير المؤنث ديالو حولوا المؤنث باش تعرف لا ليتر اللي دير بحال مثلا عاطيك هنا الشا وما دايلكش تي شنو غادي دير انت غادي تشوف لو فيمينان ديالها فيمينان ديال الشا هي شات دو تي انت غادي تحيد التي او غتحتفظ بالتي هنا لوغ لوغد ثقيله ديرها في الفيمينان تعطيك لوغد ولا وسميتها ولو La lettre muette qui va dire le masculin هي D. Les lettres finales des terminaisons verbales بحال les terminaisons ديال الافعال بحال E, S, X, D, T
هذه ديال لا ترويزيام بيرسون دو بلوريال ما كتنطقش ان تي نو سونتون دو با سوف دون لو كا دون ليزون عاوتاني بحال هذه الي تا موا شي هنا اي ما كتنطقش هاد اس و تي ولكن في لا ليزون كنسمعوا داك تي الي تا موا Pour bien orthographier les mots avec des lettres muettes, يعني باش تكتب الكلمات اللي عندها lettres muettes بطريقة صحيحة, il faut chercher un mot de la même famille. يعني تقلب لها شي كلمة من يعني من العائلة ديالها ou l'on entend la consonne. اللي كنسمعوا فيها داك لا كونسون. بحال هنا accord. داروا لها accordé. يعني accordé من العائلة ديال accord. accordé هنا عندنا دي. هادشي باش عرفنا بأن هنا خصنا نديرو دي. Pour les autres mots, il faut chercher dans le dictionnaire si on n'en sait pas les orthographier. Ou كلمات اخرى اللي ما عرفتيش كيفاش تكتبهم غادي تلتجئ لو ديكسيونير tout simplement. صافي. Je m'entraîne autour les lettres finales muettes. يعني غنشوفوا لي لتر فينال يعني اللي ما كيتنطقوش اللي في اخر الكلمه. Du chocolat T. Un retard D. كتنطقش ايور اس دو ليلا اس اون بروبي اس لو بري اكس الارمون تي ترو بي ان سو تي كومبليت لي مو افيك لا لتر ميت كي مانك complète les mots avec la lettre muette qui manque. غادي نكملوا هاد الكلمات بالحرف الصامت الناقص اللي خاصنا. ان شا شنو خاصها؟ تي قط. بي لو شان الحقل. ان كليون تي. لو روبا اس. تروف لو فيمينان دي نون et adjectif puis ajoute la lettre finale muette au masculin يعني باش غادي نلقاو كيما ديجا شفنا في القاعده ديالنا يعني باش تلقى واحد الكلمه ديال ماسكولين غادي تحاول تحولها لفيمينه ومن تم ديك لا لتر التاليه ديال الفيمينه غادي تعرف شنو غادي دير هنا صافي بحال دابا هنايا اون فران فرانسيز فرنسيه صافي اون فرانسيز نديرو لا اس او يعني هنا ان فرونسي شنو غتكون عندها ان فرونسي غتكون عندها اس اون مارشاند يعني بائعه ان مارشان غادي نديرو لها غير دي اون سوري غريز يعني واحد الفاره كي دايره رماديه ان شا هذا قط غري اس Résous les devinettes en trouvant le mot se terminant par une lettre muette finale. يعني غادي نحللوا هاد الالغاز هادو وديك يعني وديك الكلمات اللي غنوجدوهم هنا غادي يكون داك الكلمه كتنتهي بواحد لا لتر ميت فينال. Je suis le contraire de froid. يعني انا العكس ولا ضد ديال بارد. شنو هو لو كونترير ديال froid؟ ساخن. ساخن هي شو. والشو شنو عندها في التالي لا لتر ميت هي دي كنطقوش دي كنقولو شو كنقولها في لو فيمينا في لو فيمينا كنقولو شود جو سوي سو كو بواف لي بيبي انا داكشي اللي كيشربوه الاطفال الصغار لي بيبي يعني الرضع شنو الحاجه اللي كيشربوها الدراري الصغار الصغيرين لو لي الحليب لي شنو عندها في التالي عندها دي Je suis le contraire de court. يعني أنا ضد ديال قصير. شنو هي ضد ديال قصير هي طويل. الطويل هي long. J'ai. Je suis le contraire de grand. يعني أنا ضد ديال كبير. هي كبير ضد ديالها هي صغير. وصغير هي petit. عندها لترمية فينال هي T.
تاليا جو سوي لوبجي سور لوكيل اون سو كوش يعني انا الشيء اللي فوق اللي كنعسو عليه شنو الحاجه اللي كنعسو فوق منها هي لو لي السرير عندها تي جو ميفالو اونطور لي لتر فينال ميت غادي ندورو على يعني الحروف اللي في التالي ولي صامته بحال هنايا اونويو عندنا x فور t une perdrix x autrefois s charmant t délicieux x l'heure s complète les mots avec la lettre muette qui manque حنا غنكملو دابا هاد الكلمات لو ترون دان نابر يعني الجذع ديال الشجره لو ترون عندها سي على ف ان فيتمون سينيغالي يعني الملابس السينيغاليه ان فيتمون تي سينيغالي اس سي فاتيغون يعني متعب اون طابل اون بوا يعني مائدة ولا طاولة من الخشب S le toit de la maison يعني سقف المنزل le toit T trouve le féminin des noms et adjectifs puis ajoute la lettre finale muette au masculin كما ديجا شفنا في التمرين السابق غادي نشوفو الفيمينا ومنو غادي نلقاو لا لتر فينال هنايا اون شينواز يعني صينية اون شينواز شنو غادي تكون لا لتر فينال هي اس ان شينوا اون سافونت يعني واحد العالمه هنا ان سافون عالم تي هنايا غورموند غورمون غورمون يعني شي واحد اللي كياكل بزاف اجوت لي لتر كي نو سو برونونس با غادي نديرو الحروف اللي ما كتنطقش تو لي ديمونش يعني كل احد يعني الحدوده كاملين لي ديمونش يعني بلوريال تو لي ديمونش اس لو بوتي تي جمال سوليف يعني كينوض باكر كيفيق بكري سوليف تو تي اي فا فوار سون نامي زوبيدا زوبيدا هادي سي اون في صديقته يعني شنو غنديروا هنا او pour partir ensemble باش يمشيو مجموعين au grand marché grand كي ديجا شفنا grand عندها دي كي se tient non loin يعني اللي ما كي اللي ما كي اللي ماشي بعيد de chez chez z e اللي ما بعيدش عليهم بزاف هاد لو grand marché صافي دون 4 مو افيك دي لتر ميت فينال يعني عطي 4 ديال الكلمات انا درت لكم هنايا 3 3 6 درت لكم 3 عندها اس على فان بوكو ما كتنطقش البي ميشون لو طون عندو دو لتر ميت لو طون بي اس تو تي اي توجور صافي تقدروا تزيدوا قلبوا في لو ديكسيونير وقلبوا على دي مو افيك دي لتر ميت فينال Yallah mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, inshallah.